مساء الخير. الحياة مزيج من المشاعر والمواقف. الحياة مو سهلة، فيها ارتفاعات وفيها انخفاضات. الإنسان يتعرض طول حياته الكثير من المواقف المختلفة. إذا كان قوي وصاحب هدف وعنده ثقة بذاته ومؤمن بقدراته، بتصقل هذه المواقف الصعبة مثل الألماس ينصقل بالضغط. الظروف الاستثنائية والأزمات من الطبيعي أنها تمر في حياتنا، لكن الأهم إحنا شلون نتعامل معاها. بمعنى أن الإنسان المؤمن بنفسه هو اللي يقدر يتكيف مع كل الظروف، بدل لا تكون عائق قدامه تكون مصدر قوة وتميز. لو انزرعت في أرض غير أرضك أو بيئة غير بيئتك وكان هدفك نبيل ونيتك سليمة، بتحقق الكثير من المكتسبات، لأن الله سبحانه وتعالى دائما ينصف أصحاب النوايا النقية، النوايا الطيبة. اللي عارف نفسه وقدرته بيزرع وبيحصد، بيعمل بصمت، ورغم هالشيء بيكون لوجوده أثر وبصمة، لأن في النهاية ما يصح إلا صحيح. حياكم الله في الرأي. متكاتفين من أجل سلامة البحرين، هذا الشعار اللي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة للحملة الوطنية المختصة بدعم المرأة والأسرة البحرينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واللي يهدف إلى تعزيز العمل بين فئات المجتمع بروح فريق البحرين الواحد وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة وخلق الثقافة المجتمعية الواعية. معنا عبر الهاتف مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة السيد عز الدين المؤيد. مساء الخير أستاذ. مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ. اليوم بنركز على خلينا نقول الجانب الميداني للحملة. أكثر من 60 مساهم وهناك 1100 أسرة تعيلها يعني امرأة استفادت من الدعم خلال هذا الأسبوع، يعني حدثنا أكثر عن هذا الجانب. نعم، شكرا في البداية على هذه الاستضافة ولإلقاء الضوء على هذا العمل الوطني الهام، ونبين بعض التفاصيل بشأن الحملة الوطنية. هذه الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لترجمة الجهود الوطنية اللي قوتها فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا. اليوم قام فريق الأمان العامة بمتابعة وإشراف مباشر من سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين عام المجلس الأعلى للمرأة يوم الأربعاء في الأول من أبريل تنفيذ الجانب الميداني لهذا العمل تحت شعار متكافئين لأجل سلامة البحرين. في الحقيقة هذه المرحلة تضمنت توفير وإيصال المساهمات العينية من مستلزمات استهلاكية ولوازم صحية ضرورية. اليوم نتكلم عن حوالي 1200 تقريبا أسرة استفادت من هذا الجهد الميداني اللي قام في المجلس، وتنفيذا لاختصاصات تم التركيز على أسر معينة، على الأسر اللي تعيلها المرأة بمختلف فئاتها الاجتماعية، سواء أرملة أو مطلقة أو معيلة لنفسها أو معيلة لأقاربها. بالسبب عادتنا نعطيهم اليوم من الخروج والبقاء في منازلهم والمحافظة على صحتهم. كذلك استهدفنا الأسر العاملات في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي من ممرضات أو كوادر طبية. هذا جانب آخر أيضا من خلال رصدنا خلال قنوات التواصل الاجتماعي والخطوط المجانية اللي فتحها المجلس حق هذه الحملة، أيضا تلقينا الكثير من الطلبات تم دراسة حالتهم وتوجيههم للدعم المناسب حسب اختصاص المجلس. وتروحت هذه الخدمات أيضا بالخدمات الإسكانية بضمان اجتماعي. اليوم أيضا بعض الأسر اللي تحت بحاجة حق توفير الأجهزة اللي تعينهم على موضوع التعليم عن بعد والأجهزة الطبية أو الأجهزة قياس الضغط أو السكر في السابق، كون بعض أصحاب الأمراض المزمنة بكل سهولة يروحون المراكز الصحية، ولكن الآن بسبب هذا الوضع صعد مروحتهم حق المراكز الصحية، وبالتالي قام المجلس على المرأة بتوفير هذه الاحتياجات الأساسية مع مرافقة مثل ما نقول بعض الممرضات اللي تفهموا وتوعيهم بكيفية استخدام هذه الأجهزة. ممتاز. أنا يمكن يعني أستاذ استفسر عن يعني استجابة مؤسسات القطاع العام والخاص في التعاون مع هذه الحملة، شلون شفتوها؟ نعم، بالنسبة حق مؤسسات القطاع العام والخاص،
ودنا نوضح أن هذه الحملة لها أكثر من محور لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، في تفعيل نظام العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي وتخفيف التواجد من مواقع العمل بنسبة 70%. كل هذا تم المجلس رصد احتياجات المرأة العامل في قطاعات العمل المختلفة، وخصوصا الامهات او الحوامل او ذوي اطفال او من اصحاب الامراض المزمنه. بالتالي قام المجلس بدوره من خلال التواصل مع هذه الجهات وتشكيل لجان خاصه مثل ديوان الخدمه المدنيه. وتم اصدار بعض القرارات والتعاميم اللازمه لتفعيل نظام العمل المرن والعمل من بعد، وبالتالي تخفيف اثار هذه الاضرار. على صعيد استجابه القطاع الخاص، هناك ايضا مبادرات مشكوره من مؤسسات القطاع الخاص لاتباع ذات النهج اللي التزمت فيه مؤسسات القطاع العام بالنسبه لاصدار قرارات نظام العمل من المنزل لذات الفئات من النساء. هذا جانب. جانب اخر بالنسبه للقطاع الخاص، كان لهم تعاون كريم في اثراء المسؤوليه الاجتماعيه مثل ما نقول في دعم هذا العمل الميداني وتقديم المساعدات والدعم اللازم، واللي ساهم في الحقيقه في تحقيق هذا النجاح للحمله. كذلك ودنا بعد نشير إلى مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والأفراد ومشاركتهم في هذا الجهد الوطني الهام، فلهم كل الشكر والتقدير. أستاذ، يعني من خلال اللقطات اللي يعني نشوفها على الشاشة، هناك في حضور يعني كبير من قبل الشباب، يعني أنتم تقريبا غطيتوا يمكن جميع مناطق مملكة البحرين، وعمل يعني فريق كبير من المتطوعين لتوصيل يعني هذه المساعدات. شلون شفتوا يعني إقبال شبابنا البحريني على يعني هذا الجانب، على جانب التطوع للحملة؟ نعم فعلا، في الحقيقة ما شهدنا من إقبال كبير من الشباب البحريني صراحة شهادتنا فيهم مجروحة، شاركون بكل همة بكل حماس بوطنية عالية. اليوم المنصة الوطنية سجلت أرقام حوالي 30,000 متطوع، كلها ترجم واقعي وحب الشباب البحريني للعمل التطوعي الهادف. تحسين ان الشاب البحرين تنقرض بعروقه العمل الوطني والعمل التطوعي صراحه، يعني والملتزمين يعني ملتزمين بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه، يشتغلون عمل الفريق الواحد. يعني استقطبنا من المنصه الوطنيه حوالي 500 شاب متطوع من الجنسين مختلف التخصصات. كذلك هناك يعني مشاركه لافته من جمعيه كشافه البحرين، جمعيه مرشدات البحرين، كلهم ما شاء الله يعني يشتغلون مثل ما اقول بروح الفريق العمل واحد. هذه المجموعه شكلنا من 11 فريق عمل يتناوبون على 10، كل فريق 11 تقريبا تناوبوا واستطاعوا يغطون كل محافظات البحرين من خلال توصيل هذه المساهمات العينيه والضروريه اللازمه. كذلك الى جانب الاعمال اللي نشوفهم في العمل التطوعي في العمل الميداني، هناك بعد فريق متطوعين قاعدين مع فريق التنفيذ للامان العامه يتابعون يرصدون الاحتياجات ويدرسون الحالات وتقييم هذه الحالات اللي تتمتع. عندنا فريق عمل متكامل من المتطوعين بالإضافة إلى فريق عمل الأمان العام. حقيقة كل الشكر والتقدير لهذا الفريق الوطني الرائع على هذا عملهم صراحة. لذلك احنا أستاذ يعني دائما نشعر بالفخر، لأن احنا نشوف يعني مثل هذه الأعمال اللي فعلا يعني ترفع رأس كل بحريني. في جانب آخر أيضا إذا تسمح لي يعني أسألك عنه، الحملة لها جانب اقتصادي يعني أو لها مبادرات على يعني صعيد الجانب الاقتصادي، لو تحدثنا بشكل مختصر عنها. اي نعم هذا فعلا جانب من احد جوانب الحمله اللي قام فيها المجلس على المراه تنفيذا لاختصاصه. اليوم قدم المجلس يقول حزمه من المبادرات والبرامج لدعم المراه، الى جانب الاقتصادي اطلقنا برنامج مستشارك عن بعد. بالاضافه الى تقديمنا لخدمات الدعم والارشاد النفسي والقانوني والاسري، كان هناك جانب اقتصادي عبر المنصه الافتراضيه. عندنا فريق مختص من الاستشاريين والمتطوعين يعقدون جلسات مرئية واستشارية ومحادثات فورية عبر الموقع الإلكتروني، فتحنا المجال لرائدات الأعمال والمتعثرات من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اللي تأثروا من هذه الظروف، يعني من خلال تعاوننا مع الجهات المعنية لتقديم لهم استشارات معينة
حلول مناسبة لتفادي هذه الأزمة والبحث عن بدائل أيضا لتوفير مصادر دخل إضافية تعينهم على مواصلة مشاريعهم. على سبيل المثال نقدر في أوجالنج والتمكين فتحت المجال بتقديم منح مالية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي الآن بإمكان رائدات الأعمال الاستفادة من هذه المبادرة والدخول على موقع الإلكتروني حق تمكين والتسجيل والاستفادة من هذه المنح بحسب الشروط والضوابط اللي وضعتها تمكين. أيضا بنك البحرين للتنمية قدم إعطاء لمدة 5 شهور للمستفيدات من حاضنات مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات. كذلك تم تأجيل صدور قرار قروض المستفيدات من محفظة ريادات. هذه المحفظة مالية يقدمها بنك البحرين للتنمية للمرأة اللي تدير مشاريع تجارية. بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من الإعطاءات اللي قدمتها الدولة اليوم. عندنا إعطاءات فواتير الكهرباء، رسوم الكهرباء، تحمل رواتب العاملين. في الحقيقة كل هذه الجهود والمبادرات يسعى إليها المجلس الأعلى للمرأة في هذه الظروف لدعم واستدامة مشاركة المرأة في سوق العمل. يعني كفيت ووفيت ويعطيكم ألف عافية مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة السيد عز الدين المؤيد. شكرا جزيلا لكم. يعني مشاهدينا هذه المبادرة الإنسانية كبيرة بأهدافها النبيلة، وإحنا بدورنا من خلال أكيد برنامج الرأي نشكر المجلس الأعلى للمرأة على هذه المبادرة، وهذا أمر مو غريب يعني عليكم ولا على البحرينيين الحريصين دائما على استقرار هذا البلد. خلونا بننتقل لفقرة ثانية ولكن بعد هذا الفاصل. ضمن منظومة متكاملة من الأداء وفي إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر العديد من الفرق الميدانية بسلسلة من الإجراءات التي تستهدف حماية السلامة العامة للعمالة الأجنبية والتي تعمل في الشركات الخاصة. وشملت هذه الإجراءات تدريب عدد كبير من هذه العمالة على أعمال التطهير والتعقيم في مساكن العمال ومقار عملهم، بجانب تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لهذه المناطق للتأكد من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. في المرحلة الأولى يتم التأكد من الحالة القائمة وإبلاغها بالنتيجة. ألو، السلام عليكم. بغينا نتأكد من بعض المعلومات عن الأماكن اللي زرتها والأشخاص اللي خالطتهم خلال 14 يوم. يقوم فريق التحقق والتحديد بحصر الأماكن وعدد الأشخاص المخالطين لتحديث بيانات موقع وزارة الصحة. بعدها يتم اختيار المخالطين وتزويدهم بالتعليمات اللازمة للعزل المنزلي، ويستقبل أيضا خط الاتصال الوطني استفسارات المواطنين والمقيمين. موعد فحصك راح يكون بعد 14 يوم من تاريخ بدء العزل المنزلي، وراح إن شاء الله ننسق لك موعد مع مركز الفحص في مركز البحرين للمعارض. العفو، مع السلامة. يتم فحص المخالطين لتحديد حالتهم عن طريق مسحة الأنف PCR. الحين لما تطلع النتيجة لازم تعزل نفسك 14 يوم وتلتزم بكل الإرشادات الوقائية، وما عليك إن شاء الله للعافية. جميع هذه الإجراءات وضعت لسلامتك وسلامة من تحب. للتعرف على أماكن المخالطين يمكنك زيارة موقع وزارة الصحة وتطبيق مجتمع واعي.
شاهدينا موضوع الكمامات من المواضيع الهامة هالأيام، يعني خاصة بعد التوجيهات والاحترازات اللي يعني تلزم أو تلزم ارتدائها في الأماكن العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. صار الكل يبحث عن الكمامة في الصيدليات، واللي ما وجدها قام يبتكر، والبعض استعان بالخياط، يعني خياطتها كحل بديل عن الكمامات الطبية المتعارف عليها. حتى يعني محلات الملابس قامت تصدر الكثير منها للكبار ومنها للأطفال، لكن هل كلها جيدة وتؤدي الغرض، أم أن بعضها يمكن قد تكون لا تصلح أو رديئة؟ يعني حول شروط الكمامة الجيدة معانا في الاستوديو الدكتورة هالة رضي، طبيبة أنف وأذن وحنجرة. مساء الخير دكتورة. أهلا، مساء الخير. يعني شفنا هذه الفترة طبعا تزامنا مع التوجيهات، هناك اهتمام أكيد بالغ يعني تطبيق الأنظمة الصحيحة وارتداء الكمامات. يعني إذا نبي نعرف يعني النوع الصحيح والجيد للكمامة ما هو؟ أوكي، طبعا في مقومات في أنواع من الكمامات الموجودة، أنواع كثيرة جدا، يمكن بالنسبة إلى المشاهد مو من الضروري جدا يعرفها كلها، ولكن راح نختصرها باللي هو يشوفها متداولة. في طبعا أشهر واحدة الكمامة، إحنا نسميها كمامة الجراح، اللي تنربط من وراء بربطتين. هذه الكمامة يمكن هي أسهل نوع من الأنواع الكمامات، هذه تحمي الشخص أكثر من ما تحمي الناس اللي حوالينا، لأن هذه فكرتها أن هي تمنع دخول الرذاذ المتطاير أثناء الجراحة مثلا. نعم. وبالتالي هي مناسبة إلى أن الشخص يلبسها مثلا في هذا الوقت اللي احنا فيه، لأن احنا نبي نتفادى الرذاذ المتطاير مثلا من شخص عطس في مكان أو كح، وحتى ما يوصل لنا هذا ونستنشقه. نعم. النوع الثاني اللي هو شبيه إلى الكمامة اللي بالربطة، ولكن يجي فيه مطاط على الجوانب. هذا طبعا بعد يشبهها، ولكن يعني قد يكون في أنواع منها تكون طبقات أكثر وبالتالي حماية أكثر، هي مجرد درجة الحماية. نعم. وفي الأنواع اللي تكون بروفيشنال أكثر، اللي يكون ارتدائها من قبل الطاقم الطبي فقط، ولذلك احنا ما ننصح واجد الناس يهبون ويشترونها، لأن هي تفيد أكثر الطاقم الطبي. نعم. هذا النوع من الكمامات تكون لها أكثر من وظيفة، يكون في جزء منها صمام يقدر يتنفس منه بحيث أن تنظف الهواء قبل لا يدخل، جزء منه يكون مجموعة طبقات من الحامي اللي يحمي الأنف أنه يستنشق الشخص الرذاذ. نعم. في نفس الوقت يكون في إليها مثل الملقحات اللي تنظف الهواء لما هو يطلع إلى برا. نعم. هذه تكون أفضل نوع. وفي منها N95 اسمها، معناته أنها 95% من الرذاذ ممكن تحمي، وفيها 100%. انزين، الحين نجي إلى مقومات الكمامة. لازم الكمامة تغطي منطقة الوجه أكثر، يعني الأنف والوجنتين، ويكون أقل كمية تسريب إلى الهواء حتى تكون في إليها فعالية. نعم. يعني في للأسف في بعض الأماكن باعوا في الفترة اللي طافت كمامات صغيرة يا دوب تغطي منطقة الأنف والفم، وتكون بارزة طالعة والجوانب مفتوحة، يعني إذا تحركت ممكن الشخص عادي يكح ويطاير من رذاذ. فهي مقومات مهمة. ممتاز دكتورة. يعني مثل ما ذكرتي، احنا اليوم شفنا كثير من الأشكال والأنواع اللي طلعت، يمكن حتى شفنا فيديوهات انه شلون تصنع انت كمامة في البيت في حال اذا ما حصلت. يعني انا شلون اقدر افرق بين الكمامة السيئة من الجيدة؟ انا يعني شنو اختار، اقدر اختار شو المفروض الأشياء تتوافر فيها كمقومات عشان انا اقدر البسها وتحميني يعني في ذي الفترة؟ اوكي، مثل ما تفضلتين، الكمامات البديلة هي بديلة لحين الشخص يحصل على الكمام الصحيح. نعم. إنزين، ما هو الكمام الصحيح؟ قد تكون أحد هذه الكمامات اللي يتم صناعتها منزلياً أو خياطتها ممكن تكون زينة على حسب المواد المستخدمة في خياطتها. الكمامة تكون زينة لما تكون تمنع الرذاذ يطلع، وبتجربة بسيطة الواحد يقدر في البيت ياخذ البخاخ، أي بخاخ عنده، سواء كان عطر أو قنينة فيها ماء، ياخذها ويخلي الكمام ويبخ. إذا الرذاذ طلع، إذا هذه الكمامة لا تصلح للاستخدام، هذه بس ستايل وشكل. إذا بخ الرذاذ ومنع هذا الفابريك أو الأنسجة مالت هذه المادة المكونة إلى الكمام، منعت أنه يخرج هذا الرذاذ، فإذا هذه الكمامة تصلح، سواء كانت قماش،
سواء كانت نايلون أيا كانت، إذا منعت خروج الرذاذ هذه كمامة مناسبة. أنا ما بقول أن الكمامات اللي تم صناعتها منزليا واللي تخيطت سهلة، بالعكس أنا شفت منها أنواع مسوية ومباعت ممتازة جدا، ممتاز. وتكون قابلة إلى أنها تنغسل بعد، ممتاز. وجربت عليها هذا الشيء أن تحطينه، وفي أنواع من كثر ما هي رقيقة حتى إذا تتنفسي تقدرين تشوفين النفس من برا، فهذه أنواع سيئة جدا. دكتورة أنا عندي سؤال، يمكن يعني بعد كثير من الناس ساعات نشوفهم يلبسون الكمام اللون الأبيض، وفي ناس يكون اللون الأزرق هو اللي ظاهر، طالع هو الحين أي واحد هو لا يفرق ولا شيء، هو مجرد نينهم نفس الشيء، نينهم نفس الشيء، هي نفس الماتيريال. في بعض الأنواع طبعاً الطبية تكون على حسب الطبقات وين لازم يكون برا، إنه الأنواع الطبية للبروفيشنال. نعم. أما خلاف ذلك فهو يقول لك إن الأزرق يكون إلى برا والأبيض إلى داخل، هذا إذا كان كمام طبي، لأن طبقات، فيقول لك النوع الناعم يكون إلى داخل، بس لما تروحين المصنع وتشوفين طريقة شلون يتسوون بتكتشفين إن هي نفس الماتيريال، فهي ما تفرق من الجهتين. طيب يعني أغلبها يعني بعضهم قام يبيع الكمامات بحسب يعني الأنواع وقوة صد الانبعاثات والفيروسات، يعني هل هذا موجود فعلا؟ هل هناك في يعني أنواع معينة؟ نعم نعم، في أنواع معينة، في أنواع يعني ممكن تحمي الشخص إذا كان طالع برا يعني إلى فترة معينة، ممكن تحمي مثل ما قلت لك عن مثلا لو هو عطس، يعني لو كان هو شخص مصاب، طبعا احنا إذا مصاب أو شخص حجر منزلي هذا ما يطلع، يعني هي شيء مفروغ منه تماما، بس إذا كان مثلا شخص هو مو مصاب ولا في حجر منزلي وصار عنده شغلة ضرورية كلش وبيطلع بياخذها، فهذا الكمام ممكن يفيده، بس في الفرق في الأسعار تعتمد على هل أقدر أستخدمه مرة ثانية ولا أوصل البيت وأشيله وأقطه في. خلينا نتكلم عن هالجزئية دكتورة، يعني في أنواع، يعني أنا سمعت الصراحة أن في ناس يقولون لا تخلونها أكثر من 4 ساعات مثلا، بس كفاية يعني في أو مشوار، يعني هو مجرد ما أنش تطلعين برا وتلمسينا تنزلينا إلى أي غرض ما، خلاص هو فقد فائدته، لأن هو فائدته أن أنت ما تلمسين منطقة الأنف، فائدته أن ما يكون يتجرثم ويصير فيه بكتيريا أو جراثيم أو فيروسات، فمجرد لمسة سواء كان عليش قفاز أو ما عليش قفاز، فهو في النهاية متى ما لمس فقد وظيفته. هذه نقطة مهمة، ليش؟ لأن في يعني البعض يعني يلبسها أول ما يركب السيارة يكون لابسها، بينزل مثلا أو بيسوي شيء ينزلها، بياكل بيشرب ينزلها ويرد يلبسها، خليها طول اليوم عليه. بالضبط. فيعني هذه النقطة جدا مهمة. علشان كذي إحنا شو نقول؟ نرجع غسلوا إيدكم، عقموا إيدكم، غسلوا إيدكم، عقموا إيدكم طول الوقت، هذا هو رقم واحد، ولا زالت منظمة الصحة العامة العالمية في كل حساباتها الرسمية تدقق على غسل اليدين وتعقيمها والبقاء في المنزل، وبعدين الأشياء الثانية تركت إلى كل دولة سياستها، يعني حتى موضوع الكمام يمكن في ناس يقول لك ترى منظمة الصحة للحين ما فرضته، ليش أنتم تفرضونه؟ منظمة الصحة عطت حرية إلى البلدان تقرر على حسب سياساتها ووضعها الصحي متى لازم نستخدم الكمام ومتى نسوي حظر ومتى نوقف الأنشطة في البلد كاملة. نعم. طيب يعني تأكدا على كلامك، حتى الفريق الوطني وصلنا يعني خلال حتى يعني طول المؤتمرات وأيضا المؤتمر الأخير اللي صار يوم الاثنين وصلنا بارتداء الكمامات وأهمية ارتدائها، وشفنا يعني كيف أن الخطورة ممكن تنحسر في حال أن كان الشخص يرتدي الكمامات. إحنا نبي نتكلم عن الجانب الطبي، فائدة لبس الكمامات خصوصا في الظرف الاستثنائي دكتورة. أوكي. طبعا لازم المشاهد يعرف أن الكمام يفيد الشخصين، يفيدني لما ألبسه ويفيد الناس اللي وياي. رقم واحد يفيدني لما ألبسه طبعاً أن أنا بكون في حاجز بيني وبين الأماكن اللي بروحها، في احتمالية أشخاص يكونوا مصابين. في نفس الوقت يعني لوجيكلي أن أني لما أكون لابسة الكمام ما راح أمسك أنفي، ما راح أمسك فمي، وبالتالي هو راح يكون لي تذكرة طول الوقت أني ما ألمسه، فهذا حماية إلي. الحماية إلى المجتمع أنه لو كنت أني شخص حامل الفيروس، وهذا الشيء واجد موجود عندنا وبشكل صامت، يعني لا عندي أعراض ويمكن حتى ما أدري، لبسي إلى الكمام وهو حماية إلى الأشخاص اللي وياي في المجتمع. وأعتقد هي هذا هي كان السبب اللي خلى الهيئة أو يعني فريق البحرين أن يختارون قرار لبس الكمام لسبب جدا مهم، وهو وجود بعض الأشخاص المصابين بالفيروس بشكل صامت، وقد يكونون أهما ناقل من غير ما يحسوا. لبس الكمام يحمينا
ويحمي الناس. بالعكس يعني هذه خطة احترازية وخطوة مهمة. أصلاً يعني نعم. احترازية نعم. مهمة. دكتورة هذه لو كان يعني بعيد الشر أحد مصاب بفيروس كورونا، لو ما كان مصاب بفيروس كورونا ولكن في إنفلونزا العادية طبعاً، هل يعني يفضل أن يرتدي أيضاً نعم. الكمام؟ نعم نعم. حتى يعني أني أقول إحنا في هذا الوضع اللي إحنا فيه أصلاً هو يعني كتوصية عالمية نعم. في الأوقات اللي يصير فيها تنتشر حتى الإنفلونزا الموسمية من الأفضل أن الشخص المصاب بالإنفلونزا العادية نعم. عنده زكام عادي يلبس كمامة إذا يتواجد، يعني هذه يسمونها جزء من اللباقة أن أنت ما تنشر الجيرمز الجراثيم اللي عندك إلا الأشخاص المحيطين. فما بالك أن إحنا الحين في وقت عندنا وباء فيعني لازم نتخذ كل يعني الاحترازات أن إحنا نوقف هذا الشيء. طيب في حال أن إذا في ناس مثلا ما حصلوا الكمام يقدروا يسوونه في البيت عندهم؟ اي مثل ما اي طبعا مثل ما قلت لك في واجد بدائل ممكن الواحد يسويها في البيت، ولكن حتى تتاكدون من ان الكمام فعاليته جيده او لا ان تاخذون بس بخاخ ماء اي رذاذ حتى اي بودي سبراي اي شيء ورشي عليه. طبعا لاحظي ان البودي سبراي او البخاخ الماء او ده ما في يعني جزيئات او يعني جزيئات صغيره، ولكن هو راح يبين مدى الأنسجة الفراغات اللي ما بيناتهم هل هي مفيدة للاستخدام ولا ممكن الواحد يعطس ولا كأنه لابس ولا شيء وبالتالي هو ما قاعد يفيد هذا الشيء. على فكرة ممكن الشخص ما في ولا شيء ويطلع برا يعطس في مكان عام أو شيء يوتر الناس اللي موجودين صح. كلهم الحين انت لو تكحين الناس يخافون بالضبط. تعطسين الناس يخافون بالضبط صح. دكتورة يعني من خلال يعني عملك يعني شنو لاحظتي من خلال طبعا الناس وتصرفاتهم والسلوك يعني العام لهم يعني هل لاحظتي مثلا بعض التصرفات الخاطئة لفتت انتباهك مثلا في هذه الفترة؟ إيه يعني أنا واجد دققت على الأشخاص يعني خاصة المرضى اللي يجون العيادة لما تلبسين الكمام أو تلبسين القفافيز لازم تعرفين شلون يعني وليش لابستنهم. هم أنتين القفاز هو مو عازل لأن الجراثيم أو الفيروس الكورونا نفسه ما ينتقل عن طريق الجلد هو ينتقل إذا لمستين أنفك. يعني لما تلبسين القفاز وتلمسين الأسطح وتجين تلمسين الشيلة وتلمسين شعرك أو تلمسين الكمام تبرين القفاز ما موجود صح. وبالتالي يا أما تلبسين القفاز وتلتزمين أن ما تلمسين أسطح وما تلمسين ولا شيء أو تلتزمين بتعقيم اليدين بشكل منتظم وغسل اليدين بشكل منتظم يعني واحد من الاثنين. ممتاز. احنا قبل ما نختم يعني نصيحة تقدمينها لي يعني المشاهدين بشأن طبعا ارتداء الكمامات المحافظة على يعني النظافة وتبديلها هذه الأمور كلها الآن مهمة جدا يعني نعم. دكتورة نعم أنا دائما طبعا رقم واحد دائما أي فيديو أصوره أي شيء بوست أنزل أقول خلكم في البيت هاي رقم واحد هاي هو الاحتراز الأول. رقم اثنين إذا اضطريت أنك تطلع لبس الكمام أصبح من المهمات واضح احنا شفنا الحين ايش كثر انه في قد يكونوا الناس بيناتنا موجودين عندهم اياه فلبسي الى الكمام حمايه الي وحمايه الى الناس. واذا الشخص يحس انه هو مزكم او تعبان لا يتوتر ولا يوتر الاشخاص الباقين صحيح. الافضل انه يلبس الكمام او يظل في البيت يعني هذه اشياء جدا مهمه. نعم دكتوره هاله رضي اشكرك جزيل الشكر شكرا لك على المعلومات اللي قدمتيها. مشاهدينا يعني في هذا السياق لازم نتبع الإرشادات والمعلومات من مصادرها سواء عن يعني أنواع الكمامات أو عدد مرات ارتدائها وغيرها طبعا من التفاصيل الطبية اللي للأسف في بعض المعلومات قد تكون مغلوطة في السوشيال ميديا أو غير دقيقة واللي يتبعها يعني كثير من الناس ويتأثرون فيها. خلونا نطلع فاصل وبنرجع نكمل معكم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. هاشتاج الراي معاكم في البيت انتشر بشكل كبير في البحرين وخارج ايضا البحرين. تعودنا يوميا نقدم لكم مجموعه من مشاركاتكم اللي تحث على البقاء في البيت او اللي تعطي افكار حول يعني اهميه هذا الموضوع. خلينا نشوف مجموعه من الفيديوهات اللي وصلت لنا من المملكه العربيه السعوديه. معكم حسن القريش صحفي صحيفة الكاس السعودية. حبيت أشارككم في برنامج الرأي معكم في البيت. فعلا خليك في البيت، الوضع يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى إدراك
لكي نبني مجتمع صحي بعيدا عن هذا الوباء لا نختلط، اجلس في بيتك، استمتع مع عائلتك، لأنه فعلا من أهم الدروس اللي علمتنا إياها هذه الأزمة أنه إحنا الآن قريبين من عائلتنا ومن أسرتنا. خليك في البيت، مارس رياضتك في البيت، مارس هواياتك في البيت، اقرأ كتابك في البيت، كل حياتك خلف بيتك. وين أجمل أنك تكون أنت ما بين أسرتك صحيين لأجل مجتمع ووطن سليم 100%. بكل تأكيد إحنا قاعدين نعيش هذه الأيام أيام صعبة في مواجهة وباء كورونا، وتخيلوا أن الهدف اللي مطلوب منه حق نكون أبطال إلى هذه المرحلة أن إحنا نقعد في بيوتنا، وما أعتقد هذا الشيء صعب وأبداً ما هو مستحيل، وبالعكس إحنا لازم نأخذ هذا الأمر من ناحية إيجابية. لازم تكون هذه فرصة ذهبية لنا أن إحنا نجلس مع أهلنا أكثر، نجلس مع أمنا، نجلس مع أبونا، نجلس مع أولادنا، نصاحب أولادنا، نشوف إيش اللي صاير معاهم. هذه الفرصة الذهبية رب الأسرة والعائلة لازم تستغلها بالشكل المناسب. الرأي معاكم في البيت أخوكم ومحبكم أحمد الجشي، المملكة العربية السعودية. اليوم إحنا قاعدين نعيش أجواء صعبة مع فيروس كورونا المستجد، حبينا نشارككم مع هاشتاق الرأي خليك بالبيت، وهذا إحنا جالسين بالبيت، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ العالم أجمعين يا رب. محمد قريش، السعودية. أنا أشكر كل اللي شاركوا في الهاشتاج، يعني سواء من البحرين أو خارج يعني مملكة البحرين، وشكر خاص أكيد لأشقائنا من المملكة العربية السعودية. فعلاً البحرين فقدتكم، يعني مكانكم خالي فعلاً، يعني فقدناكم، فقدنا حتى يمكن في إحنا دائماً لما يعني قبل طبعاً انتشار الوباء، يعني الله يبعد إن شاء الله عنا وعنكم، كنا نشوف يعني البحرين مليئة بالسيارات من المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضاً الباركات، لكن مكانكم فعلاً يعني خالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة ويبعد عنا الوباء ويرفع عنا البلاء إن شاء الله. مشاعر مليئة بالفخر والسعادة مشاهدين لما نشوف أو نسمع عن يعني عيال البحرين في مجال التطوع. أكثر من 30,000 متطوع من مختلف الفئات العمرية أبدوا استعدادهم لمواجهة جائحة كورونا. صاروا اليوم وبدافع الحب لهذه الأرض ضمن الصفوف الأولى اللي يرتكز عليها الوطن من أجل التصدي لهذا الفيروس، وعلى هذا الأساس سار عدد من أبناء وبنات المملكة لتفعيل تواجدهم وإبداء رغبتهم في التطوع بالمجال الطبي تحديدا تحت منصة رسمية وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة. معنا اليوم نموذج مشرف من شبابنا الواعي، معنا عبر الهاتف المتطوعة الدكتورة مريم رضا نعمة، تعمل في مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة، وهي خريجة طب بشري من جامعة ساوث إيست. راح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي. مساء الخير دكتورة. دكتورة معي؟ هلا والله خويا، هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا فيك دكتورة. اولا انا بارك لك يعني هذه الجهود الكبيرة والعظيمة اللي يعني تقومين فيها، وكل زملاء المتطوعين يعني انتم فعلا فخر ودائما رافعين الراس. شنو شعورك وانت تقومين بهذه المهمة الحساسة جدا؟ يعني الدولة سلمتكم مسؤولية كبيرة، خصوصا ان المختبر يعني موقع حساس جدا وفي غاية الأهمية في نفس الوقت. أول شيء والله حبيت أشكر استضافتكم لي الليلة، وأنا سعيدة جدا باللقاء من هذا المنبر. أوجه طبعا الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقائد فريق البحرين على الجهود الجبارة من قبله ومن قبل فريق البحرين، ويشرفني أن أنا أكون جندي من فريق سموه. لكن عن شعوري طبعا يعني فخورة جدا بأني تشرفت بالعمل في فريق البحرين بقيادة سموه، وأنا كشابة بحرينية في القطاع الصحي شعوري ما ينوصف، لأني يعني أخيرا جتني الفرصة بأني أخدم ديرتي وبلدي، وهذا الشيء واجب علينا ككادر طبي وشباب المجتمع الصحي وعيال البحر. سعيدة بالجهود المبذولة بوجودنا متواجدين وبقوة لحماية ديرتنا البحرين.
بارك الله فيكم. يعني دكتورة خلينا نتكلم يعني عنك وكذلك عن زميلاتك اللي معاك، يعني شلون تبادرت لكم هذه الفكرة أن يعني يتم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتطوع؟ شنو هي الخطوات اللي مريتها بها يعني عشان توصلون للي أنتوا فيه اليوم؟ احنا اوريدي يعني كنا متطوعين، احنا اعضاء بجمعيه الخالديه الشبابيه من قبل لا يطلقون المنصه، واول ما وصلت واوضاع البحرين وكوننا شباب في الطاقم الطبي طوعنا ضمن الصيف فريق الخالديه، كان في تنسيق مع وزاره الصحه، وبدينا العمل في المحاضر لمده تقريبا اسبوعين لما اطلقوا المنصه رسميا. فالجمعية حسّتنا بالتسجيل بالمنصة، وإحنا كشباب بحريني تحت راية جلالة الملك ورهن إشارة سمو ولي العهد، بدينا العمل بعد التنظيم مع الجهات المعينة، وبدينا العمل بشكل نظامي كامل، يعني حالنا حال الموظفين بس أنه بتطوع. نعم. ويعني ما نتوقع أن نحصل شيء بالمقابل، لأن هاي حق الوطن. في بعض الزملاء يعني عندهم شفتات، يعني يكون شفت الصبح او شفت الليل، وفي بعضهم يعني ياخذ لجامين مع بعض، يعني من الصبح يداوم ليل في الليل. نعم. وفي بعض الزملاء في المحاضر يضطرون انهم يحملون السيستم في المنازل، يعني خارج الدوام بعد يعزل روحه في البيت، فنعمل عمل نظامي، ويعني نعمل كطبيب ممارس يمارس عمله كامل، والمستردين يمارسون عملهم كلهم يعني أطباء. نعم. دكتورة يعني أنتوا تقومون بعمل يعني حساس جدا، وأنتوا يعني في الصفوف الأمامية، وهذه طبعا يعني يحملكم مسؤولية كبيرة، لكن يعني ما خفتوا على نفسكم من خطر الاختلاط ويعني مواجهة الفيروس، خصوصا أنه يعني كما ذكرت أنتوا في الصفوف الأمامية؟ اي طبعا احنا كاطباء شباب لما بادرنا للوطن بادرنا بشجاعه للوطن بدون خوف او تردد، واحنا جنود لهذا الوطن والقياده، كلنا تحت رايه جلاله الملك ورهن اشرافه، مستعدين ان نضحي بارواحنا لاجل هذا الوطن، لان الوطن اغلى ما نملك، وطبعا جزء كبير من المتطوعين من قبل جمعيه الخالديه فهي اللي تابعتنا، يعني مثلا لا سمح الله إذا مرضنا أو إنه داومنا وما داومنا، وحتى يعني الجهات المعنية من الصحة كانوا يتابعون أمورنا. طبعاً الدكاترة اللي يداومون في المناطق الحساسة مثل المحاجر يكون وضعهم استثنائي، خصوصاً إحنا الأطباء لأن راح يعني نخالط المرضى والمصابين غير مصابين وحتى المشتبه فيهم. فناخذ يعني نحاسب اكثر من علاجه. مو بس كذي دكتوره، يعني انتم حتى بتخلطون يمكن اهلكم بعدين او الاهالي اللي في البيت. اي بالضبط، فاحنا من بعد الدوام لازم ان حتى نحجر روحنا في البيوت، ويعني حتى يعني عوائلنا في ناس يعني في ناس امهات وابهات ما شافوهم شهر، ما قعدوا معاهم ولا حضنوهم. صحيح. يعني بس الحمد لله، الحمد لله ان اهلنا البحرينيين احنا واقفين معانا وداعميننا. يعني شوفوا شلون العوائل في البحرين ايه هي اللي تدعم شبابنا، الوضع انسان بشكل كبير، واحنا مستعدين ان نضحي بكل شيء لاجل الوطن. نعم، بارك الله فيكم. وانتم يعني دكتوره فعلا انتم تاج يعني على الراس، لو بنتكلم عن الفخر ما بنوفي يعني حقكم اكيد، لان فعلا الدور اللي تقومون فيه يمكن يعني هو نفس الدور اللي يقوم بالجندي او العسكري يعني في الصفوف الاماميه، انتم تدافعون عن صحتنا من اجل البقاء، وهم يدافعون عن يعني شرف الامه ويدافعون عن الاوطان. انا اشكر لك جزيل الشكر وبارك الله فيكم، والله إن شاء الله يرفع من قدركم ويحفظكم إن شاء الله من كل شر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا يمكن يعني دكتورة مريم وأمثال يعني دكتورة مريم من الشباب البحريني كثير، ولائهم لهذه الأرض يعني ما يقدر بثمن، ويعني قدموا نفسهم يعني على فرق تطوعية ولبوا النداء بدون خوف، يعني بجهود الحكومة طبعا وسواعد أبناء هذا البلد، صارت مملكة البحرين مثال ونموذج يعني تتكلم عن الدول الأخرى في يعني سرعة المبادرة والتنفيذ والإنجاز في مواجهة فيروس كورونا. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، والله يبعد عنا وعنكم كل مكروه. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد، ومع السلامة.